بيبدأ المسلسل بصياد سمك في دولة بيرو في أمريكا الجنوبية، وبيكون موجود في المركب بتاعه وسط المحيط وبيرمي الشبكة في المية علشان يبدأ يصطاد، لكن الشبكة بتشبك في الصخور اللي تحت المية، ولما بيحاول الصياد يشدها مش بتتشد، وبالعكس الشبكة هي اللي بتشده للمية، فبيقع الصياد في المية وبيغوص لتحت علشان يفك الشبك من الصخور، لكن فجأة بيتلم حواليه أسراب من السمك الصغير وبيحاصروه وبياكلوه. وبنروح لمنطقة ساحلية في اسكتلندا وبنشوف تشارلي عالمة الأبحاث البحرية واللي بتكون شغالة تبع مركز أبحاث بحرية في النرويج، لكن تشارلي بتكون منتدبة لاسكتلندا بتكليف من مركز الأبحاث النرويجي علشان ترصد لهم من هناك حركات المد والجزر للمحيط الأطلسي وتلاحظ باستمرار سلوك الأحياء المائية هناك. وبتكون تشارلي عايشة في محطة رصد على شاطئ المحيط وفي نفس الوقت ليها سكن تعيش فيه جوه المحطة. وفي يوم بتلاحظ تشارلي على الكمبيوتر بأن في قطعة رصد للأحياء البحرية عطلانة، والقطعة دي بتكون جهاز إرسال واستقبال إشارات، والمفروض أن الجهاز ده بيكون غطسان في المحيط علشان يراقبه من خلاله الأحياء المائية، فبتضطر تشارلي تاخد المركب وبتروح للمكان اللي فيه الجهاز العطلان، لكنها بتلاقي الجهاز مشبوك في الطحالب فبتقطع الطحالب اللي حوالين الجهاز، وبتاخد تشارلي معاها الجهاز على المركب علشان يتصلح في المحطة. وبتتصل بعدها تشارلي بزمايلها في مركز الأبحاث البحرية النرويجي علشان تبلغ عن الجهاز اللي باظ بحيث ان هم يبعتوا لها حد يصلحه، وفعلا بعدها بتوصل طياره هليكوبتر لمحطه الابحاث عند تشارلي، وبيكون في الهليكوبتر جيمس صاحبه تشارلي وزميلتها ومعاها توماس زميلهم، وبيصلح توماس الجهاز لتشارلي وبعدها بيسلموا على تشارلي وبيركبوا الهليكوبتر وبيرجعوا على سفينه الابحاث البحريه واللي بيكون اسمها السفينه جون، ودي السفينه اللي توماس وجيمس شغالين عليها ودايما بيكونوا وسط المحيطات علشان يعملوا ابحاثهم ويبعتوها لمركز الابحاث البحريه في النرويج اول باول. وبالليل في اسكتلندا بتروح تشارلي تقعد في بار علشان تشرب، وبتتعرف هناك على صياد سمك اسمه دوجلاس وبيدور بينهم كلام وبيستلطفوا بعض، وبعدها دوجلاس بيروح مع تشارلي المحطه وبتحصل بينهم علاقه. وتاني يوم الصبح بتكون تشارلي رايحه المحيط علشان تركب جهاز الاشارات في مكانه تاني، فدوجلاس بيروح معاها علشان يساعدها، وبيوصلوا بالمركب للمكان المحدد وبينزلوا الجهاز في الميه علشان يبقى غطسان في مكانه. وبنروح بعد كده لكندا وبنشوف ليونو اللي بيشتغل في معهد ابحاث بحريه كندي واللي بيكون موجود على جزيره فانكوفر الكنديه، وبيسمع ليون عن طريق الاجهزه اصوات الحيتان في المحيط وهم بيقربوا من الشاطئ، فعلى طول بيجهز نفسه علشان يروح على هناك. وفي نفس الوقت وعلى نفس الجزيره بتكون في واحده يعرفها ليون اسمها ليزي، وليزي بتشتغل مرشده سياحيه بحريه على يخت سياحي، والمفروض ان اليخت ده بيعمل جولات سياحيه وسط المحيط علشان الناس تتفرج على الحيتان ويصوروهم، وبتكون ليزي واقفه على يخت بتستضيف السياح اللي جايين يتفرجوا على الحيتان، وطبعا معظمهم بيكونوا عائلات وفيهم اطفال. وفي الوقت ده بيوصل ليون بالمركب بتاعته لنقطه معينه في المحيط وبيقف بالمركب، وبينزل ليون في المحيط ميكروفون حساس جدا علشان يسمع ويسجل اصوات الحيتان لما تقرب منه. وفي نفس الوقت ده بيكون اليخت السياحي طلع في رحله علشان يشوف الحيتان، وبيكونوا وصلوا لنفس المكان اللي ليون وصل فيه، فليون بيسمع على السماعات اصوات غريبه خارجه من الميه، وبيتفاجئ ليون بسرب من حيتان الاوركا المفترسه، وبيكونوا بيقربوا ناحيه اليخت السياحي، فليون بسرعه بيتصل على اللاسلكي بتاع اليخت علشان يحذرهم من هجوم حيتان الاوركا، لكن كابتن اليخت بيكون بره الكابينه فمش بيسمع نداء ليون. وبتقرب الحيتان من اليخت، ولكن بيقرب قبلهم حوت ازرق كبير وبينط الحوت الازرق من تحت الميه لفوق علشان يستعرض مهاراته قدام الناس على اليخت، فالناس بتكون فرحانه وبالذات الاطفال، لكن لما الحوت بينط مره تانيه بينزل المره دي فوق اليخت فبيقسمه نصين والناس كلها بتقع في المحيط. وبيكون ليون وصل لهم وبيحاول ينقذ اللي يقدر ينقذه على المركب بتاعته، لكنه ما بيلحقش ينقذ ليزي لان حيتان الاوركا بتكون وصلت لها وافترستها، وافترست معاها ناس تانيين ما لحقوش يطلعوا من الميه. وبنروح بعد كده لفرنسا في سوق السمك، وبيكون بوك بيشتري استاكوزا طازه لسه طالعه من البحر علشان يطبخها في المطعم اللي بيشتغل فيه، وبيرجع بعد كده بوك للمطعم وبيكون معاه الاستاكوزا اللي اشتراها، وبيبدا بوك يحضرهم في المطبخ، لكنه بيلاحظ ان في واحده منهم بتكون بطنها مهريه وفيها سائل لزج شكله غريب، فبيقرب بوك من الاستاكوزا فبينفجر السائل اللي في بطنها في وشه، فبوك بيتخنق وبيمسح وشه وبيطلب من جيلبرتو المساعد بتاعه يرمي الاستاكوزا البايظه دي، فجيلبرتو بيمسكها بايديه علشان يرميها لكنه بيقرف منها برضه، ولكن ايديه بتكون اتعاصت بالسائل اللزج هو كمان، فبيطلب جيلبرتو من واحده بتتدرب معاهم اسمها إلينا ان هي ترمي الاستاكوزا دي في الزباله، فإلينا بتنفذ امر جيلبرتو وبترمي الاستاكوزا، لكنها بتكون اتعاصت هي كمان بالسائل اللزج بتاعها،
وبعد وقت مش كتير بيبدأ بوك يحس ان هو مش مركز وعيان، فبيطلب من جيلبرتو يكمل تجهيز الاكل في الاطباق، وبيخرج بوك برا المطعم خالص علشان يشم شوية هواء. وفي نفس الوقت بتكون إلينا هي كمان بدأت تتعب وهي في المطبخ، وبيكون عندها نفس اعراض بوك، وكمان بعدها بيتعب جيلبرتو هو كمان بنفس اعراضهم. وبعدها بنعرف ان بوك مات بالاعراض اللي كانت عنده، واللي كانت عبارة عن اسهال وقيء لونه اسود وارتفاع كبير في درجة الحرارة. وجيلبرتو تعب هو كمان وراح المستشفى، اما إلينا ففضلت ان هي تروح البيت وهي عيانة. وفي المستشفى في فرنسا بنشوف الدكتورة سيسيل، واللي بتكون اخصائية في الامراض المعدية والاوبئة، وبتتبلغ سيسيل بحالة جيلبرتو، وكمان بتعرف ان بوك مات بنفس الاعراض دي، وان كمان إلينا اتصابت زيهم ولكن روحت البيت. فسيسيل مش بتبقى فاهمة ايه اللي بيحصل. وبنروح لعالم بحر النرويجي اسمه سيجور، وبيكون لسه واصل بالهليكوبتر فوق سفينة نرويجية، والسفينة دي بتتأجر لمركز الابحاث البحرية النرويجي علشان يعملوا ابحاثهم من خلالها. وبيقابل سيجور على السفينة القبطان جاسبر، وكمان بيقابل تينا اللي بتشتغل في شركة نرويجية اسمها هوفيد للطاقة، ودي شركة تعدين وتنقيب عن مصادر الطاقة المدفونة زي البترول والغاز الطبيعي. ولكن للأسف الشركة دي بتتسبب في تلوث وتخريب البيئة البحرية من خلال الحفر والتنقيب اللي بيعملوه في البحار والمحيطات. وبيدخل سيجور مع القبطان جاسبر لكابينة التحكم في السفينة، وبيفرجوا سيجور على حاجة غريبة اكتشفوها في المحيط، وكمان بيكون لها أصوات غريبة جدا. فبيكتشف سيجور بأن مصدر الأصوات دي هي ديدان اسمها ديدان الجليد، واللي بتتغذى على البكتيريا الموجودة في قاع المحيط. لكن سيجور بيحس بأن أصواتهم عالية وغريبة جدا عن الطبيعي، وكمان بيلاحظ أنهم بيتكسروا بطريقة سريعة، فبيطبع سيجور صور ليهم علشان يدرسها ويحللها. وبيلاحظ سيجور بعدها أن الديدان دي ظهر ليها أسنان، فأصبحت كأنها ديدان مفترسة على عكس طبيعتها. وبيلاحظ كمان أن هي بقت بتاكل كميات كبيرة من البكتيريا رغم أن أحجامها صغيرة جدا، وكأن في قوة خارجية أثرت على نظام الديدان البيولوجي. ومش بيكون سيجور فاهم إيه سبب التحول بتاع الديدان دي. وبنروح بعد كده لمقر شركة هوفيد للطاقة، وبيكون رؤساها أرين وأريكا مجتمعين مع سيجور وتينا، وبيعرض سيجور وتينا عليهم موضوع الديدان وانهم لازم يبحثوا ويحللوا الموضوع علشان يقدروا بعدها يقرروا هيكملوا حفر في المنطقة دي ولا لا، لان الحفاظ على البيئة البحرية مهم جدا. فبيضطر أرين وأريكا يوافقوا علشان ما يظهروش قدام العالم وحشين اذا الموضوع ده تعرف. وبنرجع لفرنسا وبنشوف سيسيل وهي قاعدة مع واحدة من اللي شغالين في المطعم اللي حصلت فيه الإصابات، وبتعرف سيسيل منها ان الاصابات جت من الاستاكوزا اللي اشتراها بوك الطباخ من سوق السمك، وكمان بتعرف منها عنوان إلينا المصابة الثالثة في المطعم علشان سيسيل تروح لها وتطمن عليها. فبتروح سيسيل على عنوان إلينا بعدها على طول، وبتلاقي باب شقتها مفتوح. فبتدخل سيسيل الشقة وبتتفاجئ بان إلينا واقعة ميتة على الارض في اوضتها. وفي نفس الوقت بيجي لسيسيل اتصال من زميلتها في المستشفى، وبتبلغها بان جيلبرتو مساعد الطباخ مات هو كمان من شوية. فبتحس سيسيل بان قدامها وباء بيئي، والوباء ده ممكن يبقى واسع الانتشار اذا ما عرفوش يلحقوه يحجموه، والاهم هو انهم يقدروا يوصلوا لمصدر الوباء ده الاول. وفي الوقت ده بيبدأ سيجور وتينا رحلة بحرية بالسفينة، وبيروحوا على المنطقة اللي فيها الحفر بتاع شركة هوفيد، وده هو نفس المكان اللي ظهرت فيه البكتيريا والديدان. وبيكونوا رايحين هناك علشان يحللوا المنطقة ويدرسوها ويعرفوا ايه هو نوع النشاط اللي بيحصل فيها. فبينزلوا ميكروفونات وكاميرات لقاع المحيط علشان يسمعوا الأصوات ويصوروا كمان اللي بيحصل. فبيلاقوا ان السفينة بتتهز بيهم جامد وكأن تحتها انفجار. فبعدها بيرجعوا على النرويج وبيقابلوا الدكتورة الإمام مديرة معهد الأبحاث البحرية النرويج، وبيحكوا لها على اللي حصل في السفينة. فبتقول لهم لمان بان هزت السفينة دي ممكن تكون بسبب انفجار حقل غاز، وان حوار الديدان برضو طبيعي، مع انهم ما درسوش قبل كده تطور بيحصل للديدان البحرية لوحده ويطلع لها اسنان وتاكل في البكتيريا بالشكل ده. لكن رغم ان لمان مش مقتنع بان حوار الديدان ده غريب، ولكن في نفس الوقت مش بيكون عندها تفسير ليه. وبنروح بعد كده لسفينة جون للابحاث البحرية، واللي بيكون عليها توماس وجيمس، وبيكون وسط المحيط الاطلسي بالليل. وبتكون جيمس قاعدة بتصور مقطع ليها علشان تبعته رسالة فيديو لتشارلي لان هي وحشتها. لكن تشارلي في الوقت ده بتكون برا البيت، وبتكون في البار مع دوجلاس، فمش بتشوف رسالة جيمس. ولكن لما جيمس بتكون قاعدة بتسجل الرسالة بتتهز السفينة بيها، والكهرباء والطاقة بتنقطع عن السفينة كلها، وبتبدأ أضواء غريبة تلف حوالين السفينة وتعمل أمواج عالية، فبتبتلأ السفينة جوه المحيط بدون سبب معروف، وطبعا بيغرق توماس وجيمس مع السفينة. وتاني يوم الصبح في اسكتلندا بتكون تشارلي رجع المحطة ومعها دوجلاس، وأثناء ما هم بيفطروا بيجي لتشارلي اتصال من رحيم زميلها في معهد الأبحاث، وبيبلغها رحيم بأن سفينة جون غرقت بتوماس وجيمس، وأن
انهم لحد دلوقتي مش عارفين ايه هي اسباب غرق السفينة. فبتحزن تشارلي جدا لان جيمس كانت صاحبتها الانتيم. وبنروح بعد كده لكندا وبنعرف ان ليون عايز يشرح حوت من حيتان الاوركا، والحوت ده كانوا لقوه ميت على الشاطئ، وبرضه مش بيكون حد عارف ايه هو سبب موت الحوت ده. فبيكون ليون عاوز يشرحه علشان يعرف السبب، وكمان علشان يعرف ايه اللي خلى حيتان الاوركا والحوت الازرق يغرقوا الناس على اليخت وياكلوهم. وبعد ما ليون بيشرح الحوت بيلاقي في مخه قطعه لونها ابيض، وبيكون فيها نفس السائل الابيض اللزج اللي لقوه في الاستاكوزا في فرنسا. وبيكون ليون عارف حوار الاستاكوزا ده لان في تعاون بين علماء البيئه على مستوى العالم. فليون بيكون وصل له خبر اللي حصل في فرنسا من اصابات الاستاكوزا، وبيكون ليون عاوز يحلل السائل ده علشان يعرف هو عباره عن ايه. وفي فرنسا في الوقت ده بيبدا المصابين بالمرض اللي ظهر من الاستاكوزا يكتروا، بسبب انهم اكتشفوا ان باقي القشريات البحريه مصابه هي كمان، زي الجمبري وبلح البحر والكابوريا والسرطانات. وبقى وباء منتشر في البلد ومش معروف سببه لحد دلوقتي. فسيسيل بتخاف على اولادها وبتقرر تبعتهم يعيشوا مع ابوهم في الريف علشان تبقى بعادتهم خالص عن المناطق الساحليه. وبنروح بعد كده لكندا وبنشوف ليون وهو في مركب وسط المحيط، وبيكون معاه اتنين زمايله وبيدخلوا عند منطقه فيها حيتان، وبيعرفوا من خلال الاجهزه اللي معاهم بان الحيتان دلوقتي نايمين تحتهم. فبينزل ليون الميه علشان يزرع جهاز في جسم حوت منهم، والجهاز ده بيكون عباره عن كاميرا وميكروفون علشان يسجلوا ويصوروا رحله سرب الحيتان ويدرسوا سلوكهم ويعرفوا كمان هم بيروحوا فين وبيجوا منين. لكن فجاه الحيتان كلها بتصحى من النوم وبيبداوا يتعصبوا، فعلى طول بيعوم ليون لحد المركب، وبيركب ليون المركب وبيمشوا على طول قبل ما الحيتان تقلب المركب. وفي النرويج بيرجع سيجور على بيته وبيلاقي اتصال من ريكو الياباني، وريكو ده هو مدير اعمال ملياردير ياباني اسمه موفيني، وموفيني مهتم جدا بقضايا البيئة البحرية. وبيكون ريكو شاف تقارير وفيديوهات الديدان اللي سيجور بعتها له، وبيقول له ريكو بان موضوع الديدان ده منتشر في كذا مكان في العالم ومنهم اليابان. وبيقول له ريكو بان شركة هوفيد للطاقة متورطة في التدمير البيئي ده، خصوصا ان معظم اعمال التنقيب والتعدين بتاعتهم بيعملوها بدون تصريح. وبيأكد له ريكو بان اكيد تينا عارفة المعلومات دي ومخبية عنه. فبيتخنق سيجور لان المفروض تينا زميلته وصديقته، فازاي هتوافق على دمار البيئة مجرد ان هي شغالة في شركة هوفيد، وازاي كمان خبت عن سيجور معلومات خطيرة زي دي. وعلشان سيجور يتأكد بيبعت له ريكو فيديوهات بتثبت صحة كلامه. فبيتضايق سيجور جدا من تينا وبيكون عاوز يواجهها باللي عرفه. وبنرجع تاني لكندا، وبيكون الجهاز اللي ليون زرعه في ظهر الحوت اتفك من الحوت، وبقى الجهاز عايم على وش المية. فالجهاز بيدي اشارة ليون بمكانه، فبيروح ليون بالمركب علشان يجيب الجهاز، وبيجيبه وبيرجع بيه على معهد الابحاث. وبنرجع لتشارلي وبنعرف ان هي سابت اسكتلندا وسافرت النرويج وراحت لمركز الابحاث النرويجي علشان تفهم منهم هناك ازاي السفينه غرقت بجيمس وتوماس. لكن ليمان ورحيم مش بيكون عندهم تفسير علمي لغرق السفينه لحد دلوقتي، لكنهم بيشغلوا لها تسجيل بالصوت والصوره للسفينه وهي غرقانه في قاع المحيط. وفي نفس الوقت في كندا بيكون ليون قاعد مع زمايله وبيفرغوا جهاز التسجيل اللي كان على ظهر الحوت، فبيشوفوا نفس التصوير اللي بيشوفه تشارلي وليمان ورحيم في النرويج، واللي هو تصوير السفينه الغرقانه. لكن الفرق اللي بينهم هو ان التصوير اللي عمله معهد الابحاث النرويجي للسفينه الغرقانه كان من خلال انهم نزلوا كاميرات للقاع علشان تصور وتسجل، لكن تصوير السفينه اللي مع ليون في كندا بيكون هو نفس المكان، لكن اللي صور وسجل الصوت كان الحوت واللي ليون زرع على ظهره الجهاز. فبيفهم ليون بان الحيتان انجذبت للسفينه الغرقانه، وكمان بيسمعوا الاصوات الغريبه اللي بتكون متشابهه في الفيديوهين، ومصدرها بيكون هو قاع المحيط نفسه، ده غير انهم بيشوفوا اضواء خفيفه بتظهر وتختفي. وبنروح بعد كده لجنوب افريقيا وبنشوف شاب قاعد مع صاحبته على الشاطئ، وفجاه بيلاقوا اسراب كتيره من الكابوريا خارجه من المحيط وبتقتحم الشط وعايزه تدخل المدينه. فعلى طول الشاب وصاحبته بياخدوا الموتوسيكل بتاعهم وبيهربوا، وبتكون اسراب الكابوريا دخلت المدينه وانتشرت بشكل واسع وبدات تهاجم الناس هناك. وبنروح بعد كده لسفينه القبطان جاسبر، وبيكون عليها سيجور مع تينا والقبطان جاسبر، وبيلاحظوا من خلال الكاميرات اللي بينزلوها في الاعماق بان اعمال التنقيب والتعدين اللي شركه هوفيد عملتها دمرت القاع، وطلع كلام ريكو اللي قاله لسيجور صح. فسيجور بعدها بيواجه تينا باللي عرفه من ريكو، لكن تينا بتأكد له بان هي ما تعرفش حاجة عن كل الكلام ده، وان هي لو كانت تعرف ان الحفر والتنقيب هيدمر البيئة كانت اعترضت او حتى كانت قدمت استقالتها من الشركة. ولكن سيجور مش بيصدقها وبيكون زعلان منها، لان بسبب اعمال الشركة دي اتدمرت بيئة بحرية واحياء مائية ماتت بسبب التلوث.
وبنروح بعد كده لكندا، وبنعرف ان ليون يعرف ريك هو كمان، وبيكلموا بعض مكالمة فيديو، وبيحكي له ليون عن المادة اللزجة الغريبة اللي اكتشفها في مخ الحوت، واللي هي نفس المادة اللي اكتشفوها في دول تانية جوه الاستاكوزا والقشريات. فبيكون ريكو عاوز ليون يتعاون تعاون دولي مع باقي علماء الاحياء المائية في الدول التانية، علشان الخطر البيئي ده بدأ ينتشر في العالم كله. وفي الوقت ده تشارلي بترجع لاسكتلندا تاني، علشان لازم تكون هناك قبل فصل الشتاء. ولما بتكون تشارلي لوحدها بتشغل رسالة الفيديو اللي كانت جيمس بعتها لها، فبتسمع تشارلي في الخلفية ورا جيمس اصوات غريبة، وبتكون شبه الاصوات اللي سمعوها لما نزلوا الكاميرات عند حطام السفينة في القاع. فبتبلغ تشارلي لمان ورحيم. وفي الوقت ده سيجور بيتصل بريكو، وبيقول له سيجور بان في مؤتمر هيتعمل في سويسرا قريب، وهيكون مؤتمر بيئي تحت رعاية المجلس الدولي لحماية المحيطات. وبيطلب سيجور من ريكو ان هو يحاول يدخله المؤتمر ده، علشان سيجور يقعد مع المسؤولين هناك ويناقش معاهم الكارثة البيئية اللي اكتشفوها. فريكو بيوعده بان هو هيحاول يدخله المؤتمر ويقعد مع المسؤولين كمان. وبيدي بعدها ريكو لسيجور رقم تليفون ليون، وبيقول له بان ليون عالم ابحاث كندي، وان عندهم نتائج تحليلات مشابهة تماما للنتائج اللي هو وصل لها عن الديدان. وبيطلب ريكو منه يتصل بليون وينسق معاه علشان يتعاونوا. فسيجور على طول بيتصل بليون، وبيعرف منه النتائج اللي هم وصلوا لها، وبيعرف منه ان المادة اللزجة موجودة في الحيتان وفي الاستاكوزا والقشريات كمان. ده غير ان سيجور كمان بيعرف منه موضوع الاصوات الغريبة اللي سجلوها من قاع المحيط. فبيطلب سيجور من ليون يبعت له الفيديو اللي هو سجله عن طريق الجهاز اللي كان على ظهر الحوت. وبيسافر سيجور بعدها بطيارة هليكوبتر لاسكتلندا، وبيقابل تشارلي لانه بيعرف ان هي كمان اكتشفت الاصوات الغريبة اللي كانت جنب السفينة الغرقانة، وبيقرروا انهم يتعاونوا سوا. وبعدها بيسلم سيجور عليها علشان يسافر النرويج تاني بالهليكوبتر، وبياخد وعد منها ان هي تسافر لهم النرويج قريب علشان يكونوا فريق دولي. ولكن هو لسه هيركب الهليكوبتر بيجي لسيجور تنبيه على الموبايل، وبيعرف ان في اثار تسونامي مفاجئ بيقرب من سواحل شمال اوروبا. فسيجور بيرجع تاني لتشارلي وبياخدها معاه وبيركبوا الهليكوبتر، وبيطروا بيها قبل ما التسونامي يقضي عليهم. وتشارلي وقتها بتبكي لان هي سابت دوجلاس وما لحقتش تنقذه. وفي نفس الوقت بيضرب اعصار تسونامي شواطئ النرويج هي كمان، فبتموت تينا جوه العربيه لان هي ما لحقتش تهرب وتبعد عن الساحل. وفي الوقت ده بيتصل سيجور بالدكتوره سيسيل، وبينسق معاها ان هي تسافر لهم النرويج قريب، علشان الابحاث اللي هي بتعملها عن الوباء الغريب هم كمان مهتمين بيها، فبتوافق ان هي تسافر لهم. وبيسافر ليون للنرويج علشان يقابل الدكتوره ليمان ويتناقشوا هم كمان في اللي وصلوا له من ابحاث. وبيكون سيجور وتشارلي معاهم، وبيقول لهم سيجور بان هو حاسس ان في قوه غير طبيعيه هي اللي وجهت المخلوقات البحريه، وهي اللي خلتها تهاجم الناس، وان هي كمان اللي غرقت سفينه جون، واكيد نفس القوه الغير طبيعيه هي برضو اللي شكلت اثار تسونامي. وبيرجح سيجور ان القوه الغير طبيعيه دي بتنتقم من البشر، بسبب ان البشر بيخربوا في البيئه البحريه، فده بيكون انتقام القوى الغير الطبيعيه منهم. لكن ليمان مش بتكون مقتنعه بالخرافات دي، لانها اتعلمت ان كل ظاهره لازم يكون ليها تفسير علمي. وبيكون سيجور عاوزهم يعملوا رحله بحث في المحيط المتجمد في القطب الشمالي، علشان دي هي المنطقه اللي متاكدين انها مركز القوى الغير طبيعيه. لكن ليمان برضو بتعترض على فكرتهم وبترفضها، وبتحذرهم من انهم يحاولوا يتفاوضوا مع اي هيئه بيئيه تانية، لكن طبعا مش بيسمعوا كلام ليمان. وبعدها على طول بيتصل سيجور بريكو، وبيطلب منه يعرض موضوع رحله البحث دي على رجل الاعمال موفيني، بحيث ان موفيني هو اللي يمول الرحله الاستكشافيه دي. فبيوعده ريكو بان هو هيعمل اللي عليه، وبيجي ميعاد مؤتمر البيئه في سويسرا، وريكو بينفذ وعده لسيجور، وبيسمح لهم هو وتشارلي وليون ورحيم وسيسيل انهم يحضروا المؤتمر، وكمان يتناقشوا مع اعضاء المؤتمر عن الظاهره الغريبه اللي اكتشفوها. لكن برضه مجلس المؤتمر بالاجماع مش بيكونوا مقتنعين بالمعلومات دي، لانهم شايفينها تحليلات واستنتاجات خياليه، وكمان ملهاش اي تفسير علمي. فطبعا بتفشل محاوله سيجور وفريقه في اقناع المجلس بنظريتهم، فمش بيكون قدامهم غير ان موفين يوافق يمول لهم رحله الاستكشاف دي. وبتنضم للفريق واحده اسمها سام، وسام بتكون خبيره في الفيزياء الفلكيه، علشان لما يوصلوا للقوى الغير الطبيعيه تقدر ساعتها سام تساعدهم في طريقه للتواصل معاها. وبيوافق موفيني رجل الاعمال على تمويل الرحله، والسيجور بيبلغ فريقه بموافقه موفيني، وبيقول لهم ان الرحله دي خطيره وانتحاريه لانهم ممكن ما يرجعوش منها.
فعشان كده سيجور بيخيرهم في اللي عاوز يجي معاه واللي مش عاوز يجي، فكلهم بيصمموا يخاطروا بحياتهم ويعملوا المهمة دي ما عدا رحيم، لان هو مش هيقدر يسيب اهله علشان محتاجين له، ده غير ان رحيم وجوده مش مهم اصلا. لكن الباقيين كلهم بيكونوا طالعين بتصميم على انهم ينجحوا علشان بيفكروا في الصالح العام للبشرية، وبيكونوا شايفين ان حياتهم رخيصة قدام حياة مليارات البشر، وبيودعوا اهاليهم كلهم وبيجوا من الرحلة البحرية اللي مولها موفيني، فبياخدوا سفينة القبطان جاسبر وبينطلقوا ناحية المحيط المتجمد في القطب الشمالي، وبيكون معاهم ريكو وواحدة اسمها سارة، والسارة دي بتشتغل سكرتيرة موفيني، وكمان بيكون معاهم مصورة اسمها إليسيا علشان توثق الرحلة بالفيديوهات والصور. وفي السفينة بتقترح عليهم سام بانهم يبعتوا رسالة صوتية جوه المية، فممكن انهم يجيلهم رد من القوى المجهولة اللي هم مش عارفينها لسه. وبتكمل سام وبتقول لهم بان الرسالة الصوتية اللي هم سجلوها من القوى المجهولة دي ممكن يكونوا بعتينها للبشر قصد علشان يتواصلوا معاهم او علشان يحذروهم من تدميرهم للبيئة البحرية بتاعتهم. وبتقرر سام تبعت نفس الرسالة الصوتية اللي استلموها من القوى المجهولة بعد ما بتحط فيها بصمة معينة، والبصمة دي بتكون عبارة عن صوت طفل رضيع بيبكي، فلو رجعت لهم نفس الرسالة بصوت بكاء الطفل الرضيع فده معناه ان الرسالة وصلت للقوى المجهولة، وكمان بعتوا لهم الرد عليها، وده يبقى دليل على نية القوى المجهولة دي في التواصل مع البشر. فبتبعت سام الرسالة وبعد وقت مش طويل بيجي لهم رد فعلا، والرد ده بيكون نفس الرسالة اللي بعتتها سام بصوت بكاء الطفل الرضيع، وبكده يكونوا بدأوا يتواصلوا مع القوى الخفية. وفي يوم بيلاقوا ليسيا المصورة مصابة ومغمى عليها في حوض السفينة واللي بيكون مليان بمية المحيط، فبيستنتجوا بان القوى المجهولة هي اللي أصابت إليسيا، وبتحلل سيسيل خلية من لعاب إليسيا، وبتكتشف إن هي اتصابت بنفس المادة اللزجة اللي أصابت المخلوقات البحرية والحيتان، فبيبدأوا يسحفوها بسرعة ويحطوها تحت الملاحظة. وفي ليلة بيلاحظوا إن في أضواء ظاهرة في المية وشكلها بيتغير وبتتشكل لأشكال مختلفة، وبيسمعوا الأصوات الغريبة صادرة منها، فبيكتشفوا أخيرا الكائن المجهول اللي بيطردوه، وبيعرفوا إن في كائنات زيه كتير جدا، ولكن مش بيكونوا فاهمين هو عبارة عن إيه، وبيقرروا يسموه يير. وبعدها بيوصل لهم موفيني بالهليكوبتر فوق السفينة، وبيكونوا بلغوه بالاكتشاف بتاعهم، فبيكون رايح يتابع اخر الاحداث على الطبيعة. وبيقول سيجور لموفيني بان الكائنات اللي اكتشفوها دي عمرها اكتر من 250 مليون سنة، وان هي كائنات بخلية واحدة، ولكن ممكن يبقى ليها ملايين الخلايا لو اتحدت. وبيحسوا بانهم قدام اكتشاف عظيم جدا وبيبقوا عايزين يتواصلوا معاهم، لكن معظمهم بيكون ليه رأي تاني، وهو انهم يوروا الكائنات دي بان البشر اقوى منهم علشان ما يفكروش يهاجموهم تاني، وبعدها يبقوا يعرضوا عليهم السلام. فسيسيل بتساعدهم في الحل ده عن طريق ان هي بتحضر مادة اسمها الكيتامين، واللي لما حطت منها على الخلايا اللي اخدتها من إليسيا اكتشفت ان مادة الكيتامين دي بتقاوم الخلية بتاعت كائن يير، وكمان بتقدر تدمرها. وبكده بيستنتجوا بان حقنة من الكيتامين ممكن تكون تجربة مفيدة ويعرفوا منها اذا كانت هتأذي يير ولا لا، فبيملوا حوض سباحة جوا السفينة بمية المحيط، وبيكون وسطها شوية من كائنات يير، فسيسيل بتحقن المية بحقنة الكيتامين، فكائنات يير بتبدأ تغضب وتكبر وتبقى اقوى، وبسبب قوتها بتهز السفينة جامد وبتفصل الكهرباء والطاقة عن السفينة كلها، وكمان بتكسر لهم كل الشبابيك اللي في السفينة، ومش بيكون في رؤية للمحيط حواليهم، فكائنات يير بتستغل ان الرؤية حوالين السفينة مش واضحة، وبتفضل كائنات يير تسحب السفينة وتدخلها في جبال الجليد اللي حواليهم علشان تدمر السفينة وتغرقهم. لكن تشارلي بيكون عندها فكرة ذكية، وهي انها تحقن نفسها بسائل الخلية بتاع يير بعد ما قدروا يسحبوه من جسم إليسيا، وتنزل بعدها تشارلي للأعماق وتحاول تتواصل مع كائنات يير على ان هي جزء منهم، لان خليتهم بقت جوه جسمها، وساعتها ممكن يحصل هدنة او سلام بينهم. وفعلا بتنزل تشارلي الغواصة للأعماق، وهي تحت المية بتخرج تشارلي من الغواصة وبتغوص وبتقرب من كائنات يير، وبتسيب نفسها وسطيهم، فبتتحول جزيئات جسم تشارلي لجزيئات كائنات يير، وكأنهم بقوا كائن واحد. وبتكون تشارلي بكده أنقذت زمايلها والعالم، ولكن هي ماتت. وبتقدر تشارلي تعمل معاهدة سلام مع كائنات يير بتضحيتها هي، لأن بعدها على طول كائنات يير بتقبل رسالة السلام دي، وبتبدأ تدوب لهم جبال الجليد اللي حواليهم علشان السفينة ترجع بسلام. وبنكتشف بعدها ان تشارلي الامواج حدفتها على جزيرة لون الرمل بتاعها اسود، وبنعرف ان هي لسه عايشة والقصة ما انتهتش. وبيخلص الموسم الاول من المسلسل،